جديدة في تاريخ تونس قاعدة تتكتب. الورقة اللي بشي تكتب فيها اسم راجل. حل عينيه على البحر وغمضهم على كل صوت شكك فيه وقال له اللي نجاح مش ليه باش تكتب فيها اسم راجل ما يمنش بالمستحيل لا ولا الخسارة أكثر من ربح تنجم تقويه وعنده القوة باش مهما تكون النتيجة يرجع يقف على سقيه ورقة باش تكتب فيها اسم راجل تحدى ضعفه حد في قلبه ضح تعب عرق توجع شك وحتى على العزيز عليه بعد نجاحه لعمره لقى الوقت باش يفرح بيه على خاطر النهار اللي الكرة والراكيت تغيب عليه حاجة تنقص فيه شدتني لكلها تركيز مهما حقق فيها الكبير لازم ديما يطمح المخير لا ولد فلان ولا فلتان أما في الدارة فنان أكبر من لعبية العالم يقدروه وبالجو والكودخوة متاعو يعقلوه التاريخ باش يكتب بحروف من ذهب اسم مالك زمانه اللي ملك الدنيا بيمانه مالك اللي في طريقه برشا شي صار عليه فيه اللي ضحك واللي كي يتفكر ويبكيه أما شد صحيح قرر باش ما يسلمش ويبقى في قلبه أمير كي شنو يصير خدم حتى وصل اللي حلم بيه علّى راية تونس في كل مكان وخلى النشيد يتغنى في البلدان